الآن. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في نشره اخبار العالم تاتيكم من مركز الاتحاد للاخبار. البدايه بابرز العناوين. خلال زيارته الى البرازيل، عبد الله بن زايد يلتقي مسؤولين رفيعي المستوى لبحث العلاقات الثنائيه والشراكه الاستراتيجيه. بمشاركة واسعة من قادة قطاع الطاقة العالمي، استمرار فعاليات النسخة 39 من معرض ومؤتمر أدبك 2023. تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اليوم. نشرة أخبار العالم متواصلة وفيها بعد فاصل قصير. عقب تصويت تاريخي، مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه كيفن مكارثي من المنصب. أهلا بكم من جديد في نشرة أخبار العالم. صوت مجلس النواب الأمريكي أمس لصالح إقالة رئيس كيفن مكارثي من منصبه في خطوة قصير. نعم دكتور، ما مدى تأثير عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي على المشهد السياسي هناك في داخل الولايات المتحدة؟ مواتي أبو ظبي حازم الخطيب. وصلنا إلى نهاية نشرة أخبار العالم، ولكن قبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. خلال زيارته إلى البرازيل، عبد الله بن زايد يلتقي مسؤولين رفيعي المستوى لبحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية. بمشاركة واسعة من قادة قطاع الطاقة العالمي، استمرار فعاليات النسخة 39 من معرض ومؤتمر أدبك 2023. ختام نشرة أخبار العالم، كنا معكم من مركز الاتحاد للأخبار. شكرا لكم على المتابعة، في أمان الله.